تعال 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 يا سلام والله بحرك حالي هذا فرح اليهود الحين هذا البرج أو المرصد العسكري والذي أقامته سرايا القدس على الحدود الشرقية للواء خان يونس حمل اسم الشهيد ضياء التلاحمة، وفاء منا كمقاومة فلسطينية لهذا الشهيد ولدمه الذي افتتحت به ودشنت هذه الانتفاضة انتفاضة القدس، استكمالا لمشوار هذا الشعب الجهادي. يعني أننا ننتمي لهذا الشهيد وننتمي لهذا الدم، ولن نخرج عن هذه المنظومة المقاومة مهما استبدت بنا الجغرافيا ومهما حاول البعض أن يفصل هذه الأجساد المقاومة بين الضفة وغزة أو 48 والقدس. نحن شعب واحد، مقاومة واحدة، ننتمي لهؤلاء الشهداء وسنثأر لهم وسنكون أوفياء من خلال تربية هذا الجيل المقاوم أيضا على ذكر هذا الشهيد، وأن يحملوا من خلال أدواتهم ومن خلال رصدهم لحركات العدو اسم هذا الشيء. مهما حاول هذا العدو أن يستهدفنا أو يستهدف إمكاناتنا، رغم هذا الفارق الكبير في الإمكانات سنبقى نقاوم بإذن الله عز وجل، وسنقهر في كل جولة وسنصمد، لأن الإنسان الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني هي معجزة الله على هذه الأرض، وسيبقى وسيتطور أداؤه بإذن الله عز وجل رغم كل مخططات هذا المحتل. خلصت؟ ولا سمسه.